رأيك في مدرب الزمالك الجديد، وهل هيكون موفق اختياره مع الزمالك ولا لا؟ بس المشكلة في المدرب واللعيبة، اللعيبة بتلعب كأنها مفيش روح، يعني في فرق عن الأهلي تلاقي في روح، في عايزين يعملوا حاجة عشان يبقى ليهم اسم، لما التاني بيقبض أو فلوس كأنه موظف وبيلعب ينزل كسبان خسران مش فارقة معانا. أظن إن هو الملف بتاعه كويس ويا ريت يعمل حاجة واللعيبة تتعاون معاه، لأن المدرب لو كويس واللعيبة وحشة مش هيعمل حاجة المدرب. هو مدرب ليه اسم كبير، هو كويس إن هو جه الزمالك، أنا شايف إن هو هيحقق إنجازات كبيرة مع الزمالك، لأن الفريق بقى محتاج المدرب بتاعه محتاج يديله روح، ده اللي الزمالك ناقصه، ناقص الجمهور بتاعه كان فقد الروح دي عشان يديها للفريق. تمام، انا شايف ان مدرب زي ده اهم حاجه يعمل توحد بين اللعيبه، خليهم يلعبوا بروح واحده. فريق نادي الزمالك المشكله مش في اللعيبه ولا حتى في المدرب، يعني مثلا اي مدرب مثلا زي هاب جلال، الكابتن هاب جلال مدرب محترم وكبير، يعني طب هو جه نادي الزمالك ليه النتائج السيئه حصلت؟ المشكله في الاداره الفنيه للفريق، يعني اللعيبه بتلعب وهي خايفه من رئيس النادي اساسا، مستنيه يعني رئيس النادي كتر التدخلات والخوف بقى عند اللعيبه ما بقتش عارفه تلعب. هو بتلك الحالتين الزمالك بيفضل زي ما هو، مش عايز اغير. والله مش فارقه في المدرب كتير، هي المشكله في اللعيبه. اللعيبه اصلا دلوقتي ما بقاش عندها روح الفريق البيضاء زي ما قلنا، ما بقاش روح الزمالك. وقت كده المدرب كل ما بيتغير، كل ما فتره بتيجي وبتغير المدرب اللعيبه ما بقتش بتحس ان اللوم عليها، كل ما بيلوموا على المدرب وبيلوموا على رئيس النادي. فاللعيبه كلها دلوقتي عايزه تخرج بره، كلها عايزه تمشي من بره النادي. جلال كان كويس وتمام، وكان في ناس قبليه برده كويسه وكده، بس انا شايف المشكله نفسها في رئيس النادي. الرعب اللي عند اللعيبه من رئيس النادي وكده، والمشاكل اللي بتحصل بسببه.